شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والله واسع عليم والله واسع والله واسع عليم علي شوي والله واسع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ما ملكت أيمانكم
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس موجودكم والله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي خرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم س
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر النفعت الذكر سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
صحف إبراهيم وموسى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صراط ذلك الكتاب لا ريب فيه.
بسم صدق الله العظيم. شحات قرآن.com